اسبوع كابتن سامي الشني استقال من خلال الفتره اللي فاتت من منصبه، وكان بعض الاسماء متواجده بالنسبه لخلافه كابتن سامي الشني، منهم كابتن طارق يحيى وكابتن محمد صلاح. لكن هل ايه بتضحك ليه؟ مفيش غيرهم. ما انا عايز ماشي بغض، مفيش غيرهم ازاي؟ كل ابناء نادي الزمالك ده لا هم يعني هو طارق، كابتن طارق يحيى ومحمد حلمي بس، محمد صلاح. لكن محمد صلاح سوري. هم المتواجدين دايما، هم المتواجدين في يعني حاجه مش جديده، يعني مفيش حاجه جديده. طيب فكره ان كابتن يرفض الاسمين دول بالذات يعني. مفيش علامه استفهام بالنسبه لابراهيم سعيد في ايه؟ في ان هم يعني تعرض الاسمين دول ومستر كارتيرون يرفضهم ان هو بقى متواجدين معاه، يعني رفض كابتن طارق يحيى وكابتن محمد صلاح. ده من خلال الخبر، انا بناقش مع الخبر. بس يعني ممكن وارد الراجل ان يعني هو يعرفهم، وارد الراجل يعرفهم اكيد لان كان موجود في الدوري المصري. اكيد اكيد سال واكيد. بص خد بالك الاجانب برضو يعني انا عاجبني مستر كارتيرون ان هو ابتدى يتاقلم، رغم ان انا بختلف معاه في حاجات كثيره جدا من هو في الاهلي، بس ابتدى الراجل يعني انا ملاحظ ان في الفتره الاخيره ابتدى يتعايش، عارف بيفكرني بمستر مانو جوزيه لما ابتدى يتعايش مع الكره المصريه والطباع المصريه شويه. يمكن هو اتطبع مع نادي الزمالك اكتر ما كان في الاهلي. فابتدى يتطور من نفسه. على فكره دي مش حاجه تعيبه، دي حاجه كويسه جدا ان انت تتطور، وانا بحب بقتنع بالشخصيات اللي زي دي. هو ابتدى يتعايش، ابتدى يقدر يكتسب ثقه جماهير نادي الزمالك ويكتسب ثقه المجلس الاداري. خد بالك انا يمكن اخر مره كنت بتكلم معاك ده دخل تاريخ، يعني اول مدرب اجنبي يتجدد له في عهد المستشار مرتضى منصور، فدي حاجه كويسه جدا. فهو ابتدى يتعايش، فهو اكيد سال لان هو شايف نفسه ان هو وصل لمستوى. انا هسالك سؤال حلو تاني. هو كابتن سامي الشيشيني وعمرو عبد السلام كانوا باختياره؟ ممكن لا ما اعتقدش. طيب يعني هل مجلس الاداره لما يقول له الاثنين دول معاك من الجهاز المصري هو حقه على فكره. يعني انا حتى من خلال البرنامج انا الراجل ليه حق ان هو، لان هو في الاواخر هو المسؤول. يعني هو المسؤول عن مين المتواجد، ده حقه. ما تجبرش مدرب. هو ممكن يكون كان كابتن سامي الشيشيني كمان كان معاه، مع احترامي ليه طبعا، يعني هو كابتني وكل حاجه، بس ممكن ما يكونش في توافق ما بينه وما بين كارتيرون، ده شيء طبيعي. عادي يعني ما فيش تفاهم. خد بالك برضو المساعد، خصوصا كمان لما يبقى مساعد مصري، لما في لغه تفاهم ما بينه وما بين المدرب الاجنبي بتوفر عليه حاجات كتير قوي يا فاروق. من ضمن اسباب نجاحه ان يكون معاك مدرب مخه كويس. بس الراجل كان بيشكر في سامي وامير، ما انت ما تعرفش بقى في ايه، عمرو عبد السلام بشكل كبير جدا، ما تعرفش بقى في ايه، ممكن حاجات حصلت. الراجل برضو خد بالك شايف ان هو كل مره بتبقى المسؤوليه اكتر، فكل ما المسؤوليه بتبقى اكتر هو بيبقى عايز احسن. طب ليه ما نشجعوش ان هو يبقى احسن؟ هو ماشي طب كويس. طب مين اللي انت شايفه من ابناء نادي الزمالك يصلح مع مستر كارتيرون في الفتره اللي جايه؟ بص انا مش بحب ادخل في النقطه دي، بس يعني لازم في حد قريب للمدرب يقدر يتعامل معاه، دماغ كويسه، يعرف يتعامل مع المدرب الاجنبي، لان خصوصا كمان كارتيرون ما زي ما قلت لك ابتدى يتعايش. مين برضه؟ انا ما اعرفش والله. ما خد بالك كله انت يعني قلت كابتن محمد صلاح وكابتن طارق هم دايما لازم كله اشتغل. انت بتقول لازم يبقوا موجودين؟ لا مش لازم. لا انا بقول لازم موجودين، يعني كل ما يحصل حاجه لازم يبقوا موجودين، مش شرط. غير رايح على سياده المستشار، يعني خلي فيه تغيير شويه. خلينا اخد